لعبة اليوم حليفي احنا الناس. ديما اللعبة نحبوها لينا، اما لي ماتش بيج ويزمنا نردو بيننا وكاو ان شاء الله فهمتني، ربح نادي الفريق ان شاء الله يا رب. من الكلوب خذ راوي السهيلي دي العبيد يستحق مش ما يستحقش، ربي يهدي. مش نعرف حظ من بلاش دي، ان شاء الله ان شاء الله مربوح، ان شاء الله زوز بلاش ثلاثه بلاش ان شاء الله. والله ممكن حمد العبيدي، ممكن حمد العبيدي. والله ان شاء الله ماتش 3 بوان، ان شاء الله الاولاد يدخلوا في الطرح كالعاده ويكملوا اللي بداوا معناها من اول السيزون ان شاء الله. والله بلال ايت مالك زعلوني بحكم معناها تشوف ليكيب ناسيونال اللي تدوروا اللي عندنا ما فماش، فهمتني؟ هكا هو والله حمد العبيدي احنا نعرفوه ونعرفوا الكاليتي نتاعو، ما عليه كان يخدم على روحه هو فهمتني ويكونفيرمي وهكا قاعد يكونفيرمي الحمد لله وماخذ فرصته وان شاء الله يكمل هكاك. والله مباراة صعيبة ماهيش سهلة، ان شاء الله بحول الله مربوحة ان شاء الله، بحول ان شاء الله الكلوب فما تحسن، مي نركزوا مازلنا معنا حتى شيء ثلاثة جولات ان شاء الله. الاولاد اليوم 3 بوان مهمين وان شاء الله ربي معانا وبحول الله مربوحة. ايت مالك زمزمي الظوم اكثر زوز يستحق في الكلوب باذن الله ان شاء الله مربوح باذن الله في السكة الصحيحة ان شاء الله. انت دابيت باهية معنا ترينير زاد باهي برشا، ان شاء الله فيكتوار ان شاء الله. من نادي الافريقيا خضراوي حمدي العبيدي ايت مالك هكا هو هذا مبدا في رادس ان شاء الله ان يربح ان يلعب خير يربح. الكليب سنة طنطن اخويا ما نكذبش على اخويا، الكليب مريقله وهذيك هي كي جمعيات الكل، بس حمدي العبيدي فهم الكل، الكليب كلهم برانسيب كيف ناسيونال قلت الكليب تكور صح ان شاء الله مربوحه بطبيعه الكليب افريكان. ثلاثة ولا اثنين بلال ايت مالك معتز زمزم خضراوي خاطر مضروب شوية ما باهي بالكدا جيت نشجع الفريق احمد خلينا خضراوي لا خضراوي ما عنده ما يعرف خضراوي يهودي خضراوي ان شاء الله مربوح ان شاء الله مربوح ما غير في راجم قدرة ربي مربوح اخويا. انا مساند للنادي الافريقي في اخيب الحالات. بون فما بالك اليوم الحمد لله انت دابيت نتائج ماشيه تبع مدرب على معناها على الطراز العالمي الحمد لله كل شيء ماشي ان شاء الله السنه ان شاء الله اللي جاي ثلاثه بلاش. بون غايث ليه هذوك هما ايت مالك يستحق الحقيقه السرار في يستحق بن عبده يستحق هذوما. والله مباراه صعيبه ضد اللي دار معنا في الكلاسمون، ان شاء الله الاولاد يكملوا على اللونسي اللي بداوا بها السيزون وان شاء الله مربوحه. ايه اكيد عاد كان احنا باش نسلموا في 3 بوان في بلادنا سماح، اون افي ان نوفو فيزاج الكلوب السنه ان شاء الله يكونفيرم الماتش هذايا. جو بونس كو سي اون سيزون دو ترانزيسيون مهمه ياسر والاولاد قدها. اي فما يتمالك خويا عامل ديبيوت سيزون ما شاء الله عليه الطفل، ان شاء الله ان شاء الله يكمل هكاك. وحمدي ان شاء الله يهدي ربي، انا خويا حمدي البروفيل داتاكون اللي يعجبني، ماذا بيا ياخذ فرصته خويا خلي يلبز ما يسالش مازال صغير، ان شاء الله يهدي ربي ويستوي روحه هكا. واما بالنسبه لي انا جو تروف كو كوم اتاكون حمدي برجوليه عنده بلاص، إلي با كونستون سي سا البروبليم، إلي با كونستون معناها جو كومبرون. أنا من بعد يحب واحد يقول لك نجيب واحد من برا حاضر وكل شيء، ما يخويك الطفل هذاك كارثة في ساقيه، كارثة وإن شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يثبت وكا يثبت قولوش ديسيبلين ديسيبلين ما دريناش عليه حاجه عيب. نحن طفل صغير كما نقفوش نحن معاه وكما ناثروهوش نحن ما لاشكم شي اثروا بربي الله باش نربحوا 4-0. فما الزمزمي اكثر واحد يستحق وفما ايت مالك خضراوي لازم يكتب الصراحه باش يمشي.